السلام عليكم، تحية طيبة متابعينا الكرام. إليكم خريطة 100 متر نقول الفائدة مع أقوى الملاحظات المهمة. أهلا وسهلا بكم. في البداية هاي الاستغبار طبعا عندنا، وهذه التوالية الخارجية، وهاي الفتحات، فتحة الماطور، فتحة الماطور هاي لازم تسويها، وفتحة القناة مال الغاز، وفتحة الكشوانية، ثلاث فتحات تسوي. طبعا الخريطة هاي قيد الانشاء، وبنهاية الفيديو راح تشوفونها كاملة ان شاء الله. هذا الحائط اللي بين الممر والاستقبال حاول تسوي اربع انجات حتى يستند الصب على هذا الحائط وعلى هذا الحائط، حتى يصير عندك عرض بالممر. ملاحظ هاي الاولى، هذا باب الاستقبال على المدخل، هاي اثنان سوي تسعة طبعا، والحد الباب تسع انجات، وهذا الحائط تسوي اربعة، حتى شنو الممر يصير عندك عريض شوية، يعني عالي بالمية طولية من القصر او رفع، يعني الممر يصير رفيع شوية. هذا المطبخ ايضا عندك، هاي هنا كثير من الاخوة سيدونا على هاي الملاحظة، هنا عندك مكشوفة تعليق الصير، هنا ان شاء الله سمن تكمل نهاية الفيديو راح اسوي لكم اياها، هنا تصير هوائية، وهوائية من راح تصير مكشوفة تعليق. المطبخ اوبن مثل ما قلنا، 3.5 × 3، الصالة 5 × 5 × أرض العرصة يعني، وهاي المكشوفة الدرج راح يصعد من هاي الصفحة، والقلب الثاني يصير هنا. ملاحظة ثانية، الحدادية دائما خليها يصير بها سقف واحد فوقها، لا تخلي يصير بناء هواي فوقها، يعني احسبها حساب للحداد، شوف ارتفاع بنائك ايش قد، وخلي بس سقف واحد فوقها، مو أكثر من سقف. هاي ايضا ملاحظة، فتحات السبالت هم سويهن لقدام، حتى بالصب بعدين ما تظل تحفر وتحير بوري السبلت، سويهن لقدام مال الغرفة والصالة والاستقبال. ومثل ما قلنا سقف واحد فوق الحدادية. كثير من الاخوة يسألون على الاملاح بالطابوق، طبعا الاملاح صوت الطابوقة والماية اللي ترش بيه، ومعالجته سهلة. هاي الغرفة ايضا 3.5 × 5، المعالجة مال الاملاح بعدين تكمل بناء، يعني تكمل هيكل وتوصل لمرحلة النبخ او السيراميك. تقدر ترش البيت او تغسل البيت كله بالفارة او بسواندة عادية، تزيل الاملاح وتحط لك برميل ماي ولمندوزي، تخلي لمندوزي، بعض الاخوة يستخدمون لمندوزي، وترش الحيطان وتروح الاملاح بكل بساطة ان شاء الله. صوت الاملاح قلنا الطابوقة طينة، يعني الطينة المصنوعة منها الطابوقة، وكذلك ماء الرش والسمنت ايضا والرمل المستخدم ايضا يحتوي على املاح، يولد عندك كمية الاملاح. هاي الخريطة واضحة امامكم، 5 × 3.25، هذا بالنسبة للاستقبال مثل ما قلنا. بعد شنو عندنا ملاحظات؟ قلنا بالنسبة لارتفاع الحدادية سقف واحد لازم تحكمها فوق، نعيدها هاي لان مهمة هاي المعلومة، حتى ما يصير ثقل على الشباك والفتحات ايضا قدامكم مات الماطور والكشوانية وقناة الغاز، ثلاث فتحات تسويهن اللي قدام ذن تسويهن جهزهن. هاي هنا بعدين كملت الخريطة، هذا قلنا شوفوا الهوائية مات الحمام وين صارت، هوائية المطبخ ايضا راح تصير باتجاهنا باتجاه الكاميرا، يعني هنا راح تصير تعليق، طبعا راح نصب جو الهوائي بسافين ونرتب له مجاري ونخليها مكشوفة معلقة حتى ما تاخذ مساحة، ومكانها الجو راح يصير حار. هذا الحمام بعدين كمل، واضح الخريطة. الخريطة طبعا سبق ونزلت فيديو بها انا من شانة اساس، وهسه كاملة. اخوان الملاحظات ذكرتهم كلش مهمات. الحد بالنسبة للشراكيب الخشب ابد لا تقعدهم بالبناء، شراكيب الخشب من تكمل من يشتغل اللباخ ومن تزيل الاملاح يلا تقعد شراكيب الخشب، ابد لا تقعدهم بالبناء. بعد شنو عندنا ملاحظة بالنسبة للدفان، الدفان البتلو تخلي طالع وجواه تقريبا 10 سنتيمات جو البتلو بالنسبة للاساس. واي ملاحظه او استفسار بعد عندنا معلومه ايضا، تستخدم البناء الالماني في دائر البيت، دائر مدار البيت والقواطع الداخليه يستخدم البناء الانجليزي، راح اخليكم صوره بنهايه الفيديو للبناء الالماني والبناء الانجليزي شنو الفرق بيناتهم. البناء الالماني اكثر ربط من البناء الانجليزي، وتسوي دائر مدار البيت والقواطع الداخليه سووا بنيان انجليزي، هاي ايضا ملاحظه مهمه. طبعا يا ريت البيت كله يصير الماني، لكن هي عندك كسر وفضل الطابوق هو راح تظل عندك، فلا تستخدمها بالقواطع الداخليه باعتبار البناء راح ينسند على الاطراف الخارجيه. وهاي مثل ما وضحنا عندنا الفتحات الثلاثه، قلنا القناة الغاز
والكشوانية وماطور الماء. وهذا الحائط أيضا كلش مهم، هاي الملاحظة، كثير من الأخوة يعانون من عرض الاستقبال وعرض الممر، فهذا سوي 4 انجات. أيضا عندك 12 سنتيم تقريبا تجيل، أيضا هذا شوف 4 انجات. الحديد استخدم شلر، هذا البنيان ال4 انجات هسه يصير طبعا يستخدم في التقطيع وكذلك في التشاريف والسياج. هذا ال4 انجات يسموه الرباط الساند، هاي بالنسبة لنوعية البناء الأول. أما النوعية الثانية من البناء هي الرباط الأمريكي، طبعا كيتل السوفار 4 طول ساف عرض مثل ما واضح أمامكم بالرسم، هذا يسموه الرباط الأمريكي أو الربط الأمريكي. أيضا النوع الثالث من البناء هو البناء الإنجليزي، يصير ساف طول وساف عرض، البناء الدارج حاليا عندنا بالعراق والأكثر استخدام، ويتخلص من الكسر نصب الثلاثي والكالك أيضا. أما هذا النوع من البناء وهو الأفضل طبعا البناء الألماني، طابوقة عرض وطابوقة طول مثل ما واضح أمامكم بالشكل، وهذا أفضل أنواع البناء. كرام، أرجو الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس للحصول على المعلومات التي تخص البناء وكذلك أسعار مواد البناء. أهلا وسهلا بكم.